I'm at a point where I don't even care anymore because انفصال نادين الراسي عن خطيبها مجد عبول بعد أشهر من وفاة جورج الراسي، هذا ما فعله. نادين الراسي تفاجئ الجميع، ألغت متابعة خطيبها وحذفت صورها معه، والجمهور في حالة ذهول. تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي وخطيبها مجد عبول حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الخطوة المفاجئة التي قام بها الثنائي تجاه بعضهما البعض، ما أثار موجة كبيرة من التساؤلات بين رواد المواقع. وفي التفاصيل، لاحظ المتابعون أن نادين عمدت إلى حذف جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تجمعها بخطيبها مجد عبول، الأمر الذي قام به هو أيضا على حسابه عبر إنستغرام، ما جعل المتابعون يتداولون خبر انفصالهما، خصوصا أن الثنائي قام بإلغاء متابعة بعضهما على إنستغرام، ما يؤكد صحة خبر الانفصال المفاجئ. Independent females are so undervalued. She doesn't need you. She just wants you. الجدير ذكره أن مجد عبول كان إلى جانب نادين الراسي طوال الوقت بعد وفاة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، حيث دعمها وساندها وساعدها على تخطي تلك المرحلة الصعبة والعودة مجددا إلى الحياة، وهو ما ذكرته نادين في عدد من القصص القصيرة التي شاركتها على حسابها عبر إنستغرام، معبرة عن حبها الكبير لخطيبها. على صعيد آخر، يبقى الفنان الراحل جورج الراسي شقيق الممثلة نادين الراسي رفيقها الدائم في كل خطواتها، إذ تذكره في كل مناسبة أو لقاء وتعبر عن شوقها الكبير له وحزنها الشديد على فراقه. وكانت نادين نشرت في وقت سابق عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام صورة لجورج الراسي معبرة عن حبها وشوقها الكبير له، إذ أرفقت الصورة بالتعليق التالي: كل يوم عم حس بوجودك أكتر وأكتر يا خيي. أنا ما عم بتخيل حياتي بلهي، عم تفهم ما بعيش من دونه. وكانت نادين منذ فترة قصيرة نشرت عبر الستوري على إنستغرام مقطع فيديو وثقت فيه زيارتها لنائب رئيس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان الفنان توني كيوين، الذي فاجأها بمقطع فيديو جمعه بجورج في وقت سابق، حيث علقت نادين على الفيديو بالقول: أحلى صبحية ببيتك الفني يا خيي مع خيك توني، مضيفة: بسيرتك يا خيي كل الوقت. لا الحمد لله زلطين كل الاحتياطات، عملنا بسيارات قبل ما نعمل الفيديو 100% أحلى ما حدا يعلق هذا الفيديو، كلفت لك 100,000 بسيار. يا الله توني يا أحلى صبحية. ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حزنهم الشديد لرحيل جورج، مؤكدين أنه سيبقى في قلوبهم من خلال أعماله إلى الأبد.